إياكم من ذلك. وأحيانا يضبط نفسه فترتدع هذه النفس، وأحيانا يترقى أكثر فيروض نفسه، فإذا ارتاضت النفس قبلت، وإذا قبلت سكنت، كفت عن الصراخ. تعرفون الطفل الصغير عندما يمنع من الحلوى في الليل أحيانا ماذا يفعل؟ ها؟ يصرخ، يصيح، يبكي، وعطوني أعطوني، يدندن عند أذن والدته. أحيانا الوالدة من شدة التعب تقول يا أخي خذ كيفك، أنا قلت لك هذا يضره، من شدة الإلحاح. الونونة هذه، الدندنة، الإلحاح الذي يحصل من الطفل يحصل من نفسي ومن نفسك عندما تشتهي الشيء. لكن إذا حصل الحزم مع النفس وبدأ ترويض النفس ومجاهدة النفس، وأنت تعلم أن في ذلك خير لنفسك وأن ما تشتهيه نفسك ليس فيه خير لك، عند البدء بترويض النفس تبدأ النفس مع المصارعة لها والمغالبة لها والغلبة عليها، كلما غلبتها تبدأ هي تخضع 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 إلى أن يكف صياحها وصراخها. كالطفل الذي يصيح يصيح يقول أبدا ممنوع، هذا يضرك، ممنوع، ما تأخذ يا ولدي. نحاول نقنعه، نحاول نفهمه، لكن في النهاية ممنوع ممنوع. سيصرخ أول ليلة، سيصرخ ثاني ليلة، في الليلة الثالثة والرابعة سيفهم أن الصراخ لن ينيله ما يريد. عندئذ ماذا يحصل؟ يسكت. وكذلك نفسك، تريد 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 تريد، لا لا لا، هذا مضر لك، تجاهدها، تلزمها، تصرخ تصرخ تصرخ، ثم تفعل ما يفعل هذا الطفل، تسكت. وإذا كفلت النفس عن الصراخ أنصتت. اسمع هنا، إذا كفت النفس عن الصراط عن الصراخ أنصتت، وإذا أنصتت سمعت. هل يمكن لك أن تصرخ أن تسمع؟ لا يمكن. لكن إذا سكتت أنصتت، وإذا أنصتت سمعت. وكذلك نفسك، الطفل الصغير يصرخ يصرخ، تقول له طيب اسمع، نذهب بك إلى الحديقة، سأعطيك لو سمعت الكلام الليلة وما أكلت هذه الحلوى سأشتري لك لعبة ب100 درهم. لا يصيح ما. لكن لو تركته ثم سكت وقالت له سأعطيك لعبة ب100 درهم، ما الذي يحصل؟ يفرح، يشعر أن هناك مكسب قد ناله. وكذلك نفسي ونفسك، صدقوني، والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس إذا صرخت ومنعتها وجزمت عليها وحزمت أمرها تسكت، وإذا سكتت سمعت الجائزة، ليس من الأب ومن الأم، الجائزة من ملك الملوك. وأما من خاف مقام ربه وماذا؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الجائزة، فإن الجنة هي المأوى. تريد جائزة أخرى؟ يا أيتها النفس المطمئنة التي سكنت وأنصتت، التي كفت عن صراخها واستسلمت لأمر الله، اطمأنت إلى أمر الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقبل أن تسبق أنفسنا، لأن الأنفس تبحث عن شهواتها، تبحث عن الشهوات، قبل أن يستبق النظر إلى قوله تعالى وادخلي جنتي، تأملوا ماذا قال قبلها تعالى، فادخلي في عبادي، ليعلمنا أن الأصل في العطاء أن يدخلك في زمرة العبودية له سبحانه وتعالى. فإذا أذاقك لذة العبودية له صارت الجنة بالنسبة لك تحصيل حاصل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حق مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر في المساجد، حلق الذكر في المساجد، سماها رسول الله رياض الجنة، قال لأن حقيقة الجنة ذوق القلوب والأرواح للذة النسبة إلى الله بالعبودية. نحن ليس بيننا وبين الله نسب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن بيننا وبين الله نسبة، وهي نسبة العبودية، أننا عباد الله جل جلاله. وإذا ذاقت الأنفس مع الأرواح والقلوب لذة العبودية لله اطمأنت إلى أمر الله، فصارت تفهم عن الله، تفقه عن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله
ويعلمكم الله. قال العلماء هنا الكلام عن علم لا يحصل إلا بعد التقوى. أما العلم الذي نقرأه من الورقة ومن الكتاب ونسمعه في الدرس فيسمعه البر والفاجر، من الممكن أن يتعلمه البر والفاجر، لكن ثمرة هذا العلم أن تعمل به، وثمرة العمل بهذا العلم أن يفتح الله في قلبك نور بصيرة تتلقى بها إلهام علم من لدن الحق سبحانه عز وجل، تفهم به كلام الله وكلام نبيه. هذا الإلهام هو ذوق العبودية لله، ولا يتأتى أيضا أن يكون تشريعا، فالتشريع قد انقضى بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا نخلط، ها، لا يأتي إنسان يقول أنا خلاص الله أعطاني علم بالإلهام وأقول لكم هذا حلال وهذا حرام وأمركم أنهاك، هذا انتهى، التشريع انتهى. الكلام هنا عن الفهم الذي يقذفه الله عز وجل والذوق الذي يقذفه الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فأصحاب الترويض للأنفس الذين يجاهدون أنفسهم يحصل لقوة الشهوة فيهم اعتدال يثمر بأخذ زمام النفس وامتلاك زمام النفس خلقا اسمه العفة، هو أصل لأخلاق سيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل عن تفصيلها وكيف نتحقق بها في المجالس القادمة. والقوة الثانية قوة الغضب، وهي قوة تأتي متأخرة عن قوة الشهوة.